اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت. سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واجعلها يا ربنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا إلهي حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما وارانا التراب، اللهم ارحمنا إذا غلقت علينا الأبواب، اللهم ارحمنا إذا ما ودعنا الأهل والأصحاب، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم هون علينا الموت وسكرات والقبر وظلمته والصراط وذلته والحساب وشدته ويوم القيامة وأهواله. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، اللهم ارحمنا إذا ما تقلصت الشفتان، اللهم ارحمنا إذا ما شخصت العينان إلى الملك الديان، اللهم ارحمنا إذا شلت منا الأرض.